كتاب من جريدة الأهرام، والخبر عن التأمين الصحي الشامل، توفير الخدمات الطبية بنسبة 100%. ووزير المالية دكتور محمد معيط بيقول الرعاية الصحية للمواطنين حلم غير قابل للتأجيل. وأظن هذا العنوان ممكن نبتدي من عنده، لأنه العنوان أو التأمين الصحي بالنسبة للمواطنين كان فعلا حلم. كان التأمين الصحي القديم المليء بالإهمال، ما فيش أصلا خدمة طبية بتقدم إلى المواطن. دلوقتي ده كله بيتغير طبعا بالتدريج، في بعض المحافظات ابتدت فيها بشكل تجريبي وبتبتدي التجربة تتعمم تباعا في كل المحافظات، ولكنها غير مؤجلة حتى في ظل كورونا، هذا الوباء اللي يعني تعطلت أمامه كل الحركات في العالم، سواء إنتاج سواء مؤسسات طبية، كله سخر نفسه لمواجهة كورونا. إلا في مصر عجلة الإنتاج دايرة وعجلة التطوير دايرة في كل الملفات والمجالات بالتوازي، منها التأمين الصحي الشامل. كلمة السر في اللي حضرتك قلتيه ده كله كلمة التخطيط، كلمة البناء على أسس علمية سليمة. لأنه لو حضرتك شفتي أنه ليه إحنا اشتغلنا على ده حتى قبل الكورونا، بدأنا نطور المنظومة الصحية والناس كانت مستغربة، يعني هو إيه اللي بيحصل؟ لا، الحمد لله التطوير ده هو اللي أنقذنا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقدرنا نخرج من الموجات المتلاحقة لهذا الفيروس بسلام والحمد لله، ونقدر إن شاء الله نتجاوز اللي جاي بإذن الله. لكن الأهم عندي إنه التأمين الصحي أو مشروع التأمين الصحي الجديد مش مجرد يافطة هتتشال، شلنا المستشفيات الحكومية أو شلنا المستشفيات الموجودة وعلق يافطة التأمين الصحي الشامل، لا، المسألة هي إعادة بناء منظومة حقيقية، سواء من التدريب أو التأهيل للكوادر الطبية الموجودة، تأهيل المستشفيات ومنظومة رقابية حقيقية لتأهيل هذه المستشفيات عشان تكون قادرة على الخدمة، إطلاق منافسة حقيقية بين كل أنواع المستشفيات، سواء كانت مستشفيات حكومية، مستشفيات خاصة، مستشفيات تابعة لجهات أو مؤسسات داخل الدولة، كل ده هيتنافس، كل ده هيبقى فيه معايير واضحة ومعلنة، اللي هيستوفي الشروط هينضم للمنظومة. كمان المواطن هيقدر يستفيد بكل خدمات التأمين الصحي، وغير القادرين الدولة هتتحمل عنهم تكاليف التأمين الصحي. احنا بنتكلم على حلم حقيقي لرفع منظومة صحية يعني تهالكت منذ سنوات طويلة، تعرضت لكثير من الضغوط خلال سنوات طويلة، وللأسف الشديد يعني رغم ان احنا بنقول واحنا لسه كنا بنتكلم على بناء الانسان، بناء الانسان بيقوم على جانبين اساسيين، التعليم والصحة، والاثنين دول هم الاساس. شوف احنا لسه كنا بنتكلم على التعليم وادي بنتكلم على الصحة، يبقى اذا مشروع بناء الانسان المصري ماشي بخطى واثقة، بخطى صحيحة. كمان اختصار المرحلة الى 10 سنوات اعتقد ده تحدي كبير جدا، لان المسألة زي ما قلت مش مجرد تغيير يافطة، ده احنا بنعيد بناء منظومة، بنبني قاعدة تكنولوجية للناس كلها، قاعدة بيانات لكل الناس، محافظات في ناس مش مسجلة أصلا في قاعدة البيانات، كل ده بيعاد بناؤه مرة تانية. فاحنا بنتكلم على مشروع حلم حقيقي إن شاء الله عندما يكتمل المواطن المصري سيشعر أن الجمهورية الجديدة فعلا أصبحت أمر واقع، وأنه بيعيش في ثمار وبيجني ثمار هذه الجمهورية الجديدة. ويمكن حضرتك أشرت إلى أنه الجهود دي موجودة وبيتم العمل فيها من قبل كورونا، وتحديدا مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي.